طبعا هذه المحاضرة إن شاء الله بتكون مسجلة، في حالة إنه مثلا أي حد كان عنده مشكلة في خط الإنترنت، راح عليه مثلا بارت معين ما قدر يلحق بارت معين، فالمحاضرة إن شاء الله بتكون مسجلة وبتكون نازلة بإذن الله على القناة على اليوتيوب. اوكي، برسل لكم الرابط، بس إذا سمحتم، بس اللي عندهم المايكات، بس لو سمحتم اطفوا المايكات وقت الأسئلة، أنا بفتح لكم المجال إنكم مثلا تسألوا إن شاء الله. بس الآن في البداية، في معنا طبعا بيكون في البارت الأخير مجال الأسئلة، فبيكون عندكم خيارين، اللي حابب يسأل عن طريق المايك، واللي حابب يسأل عن طريق شات، يبعث رسالة عن طريق الزوم، كله بيكون متاح إن شاء الله. وهذه المحاضرة إن شاء الله هي فقط يعني محاضرة أولى فقط للمحاضرات اللي بتتبعها في المرحلة القادمة، بس هذه المحاضرة هي الأساس، لأنه على أساسها إن شاء الله، على أساس هذه المحاضرة بيتحدد إن شاء الله كيف بنمشي إن شاء الله خلال الفترة القادمة. إذن هي مش محاضرة واحدة، إنما هي أشبه ب بتكون إن شاء الله مجموعة من المحاضرات، يعني تساعدك إنك تشتغل في هذا الفيلم عمليا. طيب، اللي طبعا أول مرة يتعرف عليه، طبعا اسمي ريزان تركي، مقيم في بريطانيا، اشتغل مهندس ذكاء صناعي في بيرمنغهام يونيفرسيتي، جامعة مدينة بيرمنغهام، ومش عارف، عشت في أكثر من بلد، فهذا السبب الآن، يعني على الأقل من اللي شابكي الآن اللي أنا بعرفهم شخصيا، مش عارف إذا في غيره، بس اللي حاليا شابكي الآن مثلا من 3 بلدان، في أشخاص الآن شابكين معنا حاليا من 3 دول، والله أعلم من بيش بيك بعدين، بس اللي أنا بعرفهم حاليا الأسماء اللي ظاهرة عندي على الزوم تقريبا في شابكين معنا من 3 دول مختلفة. على العموم، نبدأ إن شاء الله بالموضوع. طبعا المحاضرة اليوم بتحاول نتعرفك على two fields والعلاقة ما بين two fields هذول، واللي هما data science وال AI، أو علوم البيانات والذكاء الصناعي. قبل ما نبدأ بالمحاضرة، لاحظوا مثلا في هذا السلايد اللي انتم شايفينه الآن، هذا عبارة عن فيلم، ممكن تبحثوا في جوجل، إذا بحثتم في جوجل وكتبتم movie written by AI، هذا عبارة عن فيلم قصير مدة تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا مدة الفيلم، فيلم قصير. اللي يميز هذا الفيلم إنه الممثلين، أوكي الممثلين بشر، بس اللي كتب السيناريو بالكامل ذكاء صناعي، يعني كتابة السيناريو لم يتدخل فيها البشر. لو تكتبوا فقط في جوجل movie written by AI بيعطيكوا هذا الفيلم، هذه صورة المقطع إذا شفتوه على اليوتيوب، فيلم قصير من أفلام الخيال العلمي، تقريبا مدته حوالي ربع ساعة، بس الجميل في هذا الفيلم بدون تدخل الإنسان في كتابة السيناريو، الممثلين بشر بس اللي كاتب السيناريو الذكاء الصناعي. تم تدريب الذكاء الصناعي على عشرات الأفلام، أخذوا أفلام الخيال العلمي، مئات الأفلام، أخذوا السيناريست بتاع أو السيناريوس، القصص الخاصة بالأفلام، أعطوها للذكاء الصناعي يتدرب عليها، وبعدين طلبوا منه بعد تدريبات طويلة، وإن شاء الله خلال هذه المحاضرات بإذن الله بتفهموا إيش نقصد لما نقول تدريب، دربنا الكمبيوتر، إيش المقصود بهذه المصطلحات. فبعد تدريب الكمبيوتر أو الذكاء الصناعي على هذه الأفلام، استطاع الذكاء الصناعي إنه لحاله يكتب سيناريست أو سيناريو لفيلم مدة تقريبا حوالي ربع ساعة. فهذه من الأشياء الغريبة العجيبة في هذا الموضوع. طبعا شباب، بس كمان تأكيد شباب، الصوت واضح بعد إذنكم عشان أتأكد إنه ما في مشكلة، سامعين الصوت بشكل كويس إن شاء الله؟ ممتاز ممتاز، أوكي. طيب نكمل. فبالتالي في هذا المجال شباب، مجال الـ AI، أي حد مثلا منكم شباب، أي شخص بيتوسع في مجال الـ AI، في فترة معينة بيعرف إنه كل اللي كنت تشوفوه قبل سنوات في أفلام الخيال العلمي، لو صار الآن في أرض الواقع الناس ما بتستغرب، بالذات متخصصي الذكاء الصناعي. أعطيكم مثال، يعني في بعض الأفلام الخيالية
بيعرضوا انه في روبوت او رجل آلي طلع مثلا عن تحكم الانسان، صار عنده سلاح وبدا طلع في الشارع وصار يقتل في الناس. سؤال، هذا الشيء لو صار الان، انا مثلا انا شخصيا ما بكون مستغرب بشكل كبير، لان احنا الان صرنا نعرف ايش معنى تدريب الكمبيوتر، وانه تدريب الكمبيوتر يختلف تماما، وهذا بنوضحها اليوم ان شاء الله، عن برمجه الكمبيوتر. في البرمجه انت عندك تحكم كامل في الكمبيوتر، التدريب لا، انت بتعطيه قواعد يتعلم، لكن مش شرط انه بيكون عندك سيطره عليه، وهذا هو اللي يخوف يمكن في هذا الفيلم او في هذا المجال. قدموا لي الان بالنسبه لهذا المجال اللي لسه ما تكلمنا عنه، اللي هو موضوع الذكاء الصناعي الاي اي، الى اي حد الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال علم البيانات مرغوبين عالميا؟ لاي حد الاشخاص المتخصصين في علم البيانات عالميا مرغوبين. خلينا ناخذ مثلا مثال فقط من يو كي، مثال مثلا من بريطانيا. اوكي، في بريطانيا يا شباب مثلا لاحظوا هذه الاحصائيه اوكي اللي موجوده، الطلب على علماء البيانات ومهندسي البيانات تضاعف 3 مرات في ال5 سنوات السابقة. الطلب عليهم بمعدل 231%، رقم كبير. يمكن في بريطانيا المشكلة إنه مش كثير يتقبلوا توظيف أشخاص عن بعد، إلا في بعض الحالات. طبعا أقصد بالتوظيف عن بعد مش إنك تشتغل من البيت، إنك تشتغل من بلد ثانية، يعني مثلا واحد مثلا في السعودية يشتغل مع بريطانيا، وواحد مثلا من اليمن يشتغل مع بريطانيا. مش كثير متقبلين هذا الموضوع، حتى الشغل عن بعد له شروط، وهذا له علاقة بسبب السياسة المالية، الموضوع الضرائب في بريطانيا وإلى آخره. لكن أي واحد موجود في بريطانيا وعنده مهارات الديتا ساينس، يعني بإذن الله يعني بسهولة إنه ممكن يلاقي شغل في هذا المجال، بسبب الطلب الكبير والنقص اللي حاصل عالميا، لأنه المجال أصلا جديد ما إذا قورن بمجال البروغرام. فهذه الإحصائية لاحظوا تضاعفت 3 مرات تضاعف الطلب على علماء البيانات بمعدل 231% أوكي، مقارنة بكثير من الوظائف. خلينا نوضح الآن أو إحصائية ثانية، واللي هو كم كمية الضخ اللي حاصل بالبليون، هذا طبعا بالمليار دولار في مجال AI. في 2021 الضخ على مجال AI كان أكثر من 34 مليار دولار، انحطت في مجال علم البيانات ومجال الذكاء الصناعي وإلى ارتفع أو متوقع أن يرتفع هذا الضخ على مجال الذكاء الصناعي عالميا إلى ما يقارب 52 مليار في عام أو في العام القادم اللي هو عام 2022، متوقعين أنه ممكن يرتفع الضخ إلى أكثر من 51 مليار دولار، وهذا الرقم بيتجاوز 100 مليار دولار متوقع بإذن الله في عام 2025. شايفين ضخ كبير جدا على هذا. نبدأ في الموضوع. طيب هو إيش هو الاي اي أو الذكاء الصناعي؟ إيش المقصود بمصطلح Artificial Intelligence أو ذكاء صناعي؟ ببساطة الذكاء الصناعي هو قدرة الكمبيوتر على محاكاة الأعمال التي يقوم بها الإنسان. الذكاء الصناعي شباب ببساطة معناه قدرة الكمبيوتر على محاكاة الأعمال التي يقوم بها الإنسان. يعني على سبيل المثال الإنسان مثلا يسمع، فإذا الكمبيوتر استطاع أن يسمع هذا نسميه ذكاء صناعي. الإنسان يرى، فإذا الكمبيوتر استطاع أن يرى، استطاع أن يتحرك، استطاع أن يفكر، فهو الآن يحاكي الإنسان، فهذا احنا نسميه ذكاء، لكنه ذكاء اصطناعي Artificial Intelligence، ذكاء اصطناعي. فمجالات المحاكاة 5 مجالات أساسية. الفيجن هي قدرة الكمبيوتر على الرؤية، وطبعا هذا الآن موجود بشكل كبير جدا. على سبيل المثال صيانة السيارات، يتم عرض السيارة مثلا على الكمبيوتر، فيقدر الكمبيوتر يعرف وين الخلل في أي مكان.
قدرة الكمبيوتر على يرى، قدرة الكمبيوتر على تمييز الصوت الفويس ريكوجنيشن. ويمكن هذا انتم شايفينه الان بكثره في الموبايل. في الموبايل تقدر مثلا تتصل لشخص معين بالصوت، مثلا اتصل بعبد الله، يروح الموبايل اتصل بعبد الله بالصوت مثلا. هذا يسمى قدرة الكمبيوتر على تمييز الصوت. اكثر من ذلك، قدرة الكمبيوتر على تمييز اللغات NLP او Natural Language Processing. والمقصود ببساطة بقدرة الكمبيوتر على تمييز اللغات، المقصود طبعا بقدرة الكمبيوتر على تمييز اللغات مثلا، هل ممكن أعطي مقالة للكمبيوتر، مقالة معينة، فالكمبيوتر يعطينا إيش رأيه بهذه المقالة، هل كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني على سبيل المثال شباب، تخيلوا لو عندكم منتج معين، يوميا بيجيكم تعليقات على هذا المنتج، يعني عدد التعليقات اللي بتوصل مثلا 1000 تعليق في اليوم، فأنت الآن صعب تقرأ كل التعليقات، فحابب الكمبيوتر يساعدك إنه هذه التعليقات اللي أو الريفيو أو الفيدباك اللي أجعل المنتج بتاعك، هل كلها سلبية ولا إيجابية، كم منها، هل ممكن الكمبيوتر يساعد في مثل هذه العملية؟ هذا الـ NLP Natural Language Processing. طيب قدرة الكمبيوتر على الحركة، طائرات والرجال الآلية، هذا يسمى الروبوتكس. أما النقلة النوعية الكبيرة في مجال AI فهي حصلت في رقم 5، قدرة الكمبيوتر على التفكير. هل الكمبيوتر ممكن يفكر؟ طبعا، ونشوف هذا الموضوع كيف يتم عمله إن شاء الله. الكمبيوتر يقدر يفكر، يتوقع، يحلل كم ممكن تكون أرباح الشركة بعد 5 سنوات، ويتكلم على شيء ما صار، ويتكلم على شيء ممكن يصير. فهذه الخمس المجالات التي يحاكي الكمبيوتر فيها الإنسان، فعشان كذا احنا نسميها Artificial Intelligence، لأن الكمبيوتر يحاول أنه يقلد الإنسان عن طريق طبعا الرؤية، تمييز الصوت، تمييز اللغة، الحركة أو التفكير، لأن Neural Network اللي هو الشبكة العصبية اللي موجودة في الدماغ. هذا بالنسبة للـ AI. الآن بالنسبة لعلم البيانات، Data Science. وطبعاً إيش الفرق بين Data Science أو علم البيانات وعلم الذكاء الصناعي؟ علم البيانات كعلم هو علم من اسمه، علم مختص بالبيانات، تأخذ كمية ضخمة من البيانات وتبدأ تدرس هذه البيانات، تدرسها عشان توصل لواحد من نتيجتين، إما أنت حاب توصل للأناليسس أو حابب توصل للأناليتكس. إيش الفرق بينهم؟ ببساطة الأناليسس إنك تدرس البيانات عشان تعرف إيش صار في الماضي، بينما الأناليتكس إنك تدرس البيانات عشان تتوقع المستقبل. مثال، عندي بنك، أخذت بيانات البنك لمدة 5 سنوات، الـ5 سنوات السابقة مثلا من عام 2016 إلى عام 2021. إيش هو الأناليسس الآن؟ الأناليسس إن أنا بدرس بيانات البنك وببدأ بعطي نتائج للبنك عن النتائج اللي صارت في الـ5 سنوات اللي فاتت. يعني مثلا أنا الآن أعطي تقرير البنك إنه والله في الـ5 سنوات اللي فاتت أنتم خسرتم بنسبة 7%، في الـ5 سنوات اللي فاتت نسبة الكاستمر أو العملاء قلت بنسبة 2%. هذا أناليسس. أنا الآن بتكلم عن شيء أوريدي صار في البنك أصلا. أما الأناليتكس فأنت بتحاول تتوقع طبقا للبيانات اللي أنت درستها إيش ممكن يصير في المستقبل، فأنت تقول تقريبا طبقا للبيانات نتوقع أن البنك إذا استمر بنفس الآلية ممكن كمان يخسر 2% في السنة القادمة، نتوقع أنه إذا البنك استمر بنفس الاستراتيجي بنفس الآلية ممكن كمان يخسر 1% من العملاء. فالأناليتكس شيء لسه ما صار، شيء ممكن يصير، واللي يسمى أحيانا في علم الذكاء الصناعي بريدكشن، تنبؤ، توقع إيش ممكن يصير. طيب وين الآن الرابط ما بين الـ AI الـ Artificial Intelligence والـ Data Science علم البيانات؟ الآن في على أرض الواقع دراسة البيانات ما يكون بيانات صغيرة إكسل فايل ولا 1000 ولا حتى 10,000 رو. يعني شايفين مثلا موقع زي فيسبوك، كم بوست في اليوم ينزل على فيسبوك، كم كومنت في اليوم موجود على موقع فيسبوك. بيكون عندي بيانات ضخمة، صعب
جدا استخدم الاساليب التقليديه، صعب جدا. فايش اللي صار؟ اللي صار كالتالي، راحوا الان جماعه علم البيانات اللي بنتكلم عنه ان شاء الله، هم عندهم مواضيع بيدرسوها زي الاحصاء، الفيجواليزيشن، الرياضيات، اساليب البحث العلمي، عندهم مواضيع معينه يدرسوها. واصحاب الاي اي عندهم مجالات معينه خاصه فيهم. وين التقوا الاثنين؟ بيلتقوا الاثنين في شيء يسمى الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هو الجزء المشترك ما بين جماعة علوم البيانات وجماعة الاي اي. هذه النقطة مهمة. ليه؟ ضروري تفهموا النقطة دي. كثير من الشباب مثلا يروح على موقع مثلا زي يوديمي، يشوف اسم الدورة مثلا اسم الدورة اي اي يوزينج بايثون، الذكاء الصناعي باستخدام البايثون. يشتري الدورة ويبدأ يدرس في الدورة وإلى بعد فترة مثلا بعد 6 أشهر يروح يشتري دورة ثانية اسمها Data Science Using Python، علم البيانات باستخدام البايثون. بعدين يرسل لي على الخاص بالفيسبوك، أستاذ والله في شغلة غريبة، أنا سجلت في دورتين مختلفتين، واحدة اسمها Data Science والثانية اسمها AI، بس نفس الأمثلة مش قادر أعرف إيش الفرق. هو بصراحة هو اللي درسه هو شيء مشترك بين الاثنين اللي يسمى Machine Learning. هذا الماشين ليرنينج هو جزء من الاي اي. يعني الاي اي هذا العلم الكبير مش فيه تحتي اقسام، واحد من هذه الاقسام اسمه تعلم الكمبيوتر او تعلم الاله. هذا الماشين ليرنينج هو البارت المشترك ما بين جماعه علوم البيانات وما بين جماعه الذكاء الصناعي. طيب بالنسبه لاقسام المحاكاه، وين يدخل الماشين ليرنينج؟ ضمن اي بارت من البارتس الخاصه بالمحاكاه؟ صراحه هو في هذا الجزء، في الغالب يكون في هذا الجزء، في النيورال نتورك، في قدرة الكمبيوتر على التفكير. بالتالي لأنه صعب جدا جماعة علوم البيانات يستخدموا أساليب تقليدية، يستخدموا مثلا كالكوليتر أو ملف إكسل بكمية ضخمة من البيانات، فهم محتاجين لأساليب متقدمة شوي. فواحدة من هذه الأساليب إنهم يستخدموا الماشين ليرنينج مودلز. في تفصيل معنا إن شاء الله عن هذا الموضوع بإذن الله. الآن ننتقل للسؤال الأساسي، What do you need؟ إذا حابب تتعلم هذا المجال، لأن احنا اليوم المحاضرة بتاعنا اليوم إن شاء الله هي الغرض منها شباب بعد إذنكم بس تدخل المايكات لو سمحت، ولما نفتح مجال الأسئلة إن شاء الله راح أتيح لكم المجال إن شاء الله. الآن السؤال الأساسي، What do you need؟ انت حابب انك الان تدخل في مجال علم البيانات، تصير داتا ساينتست او في مجال اي اي او وات ايفر، ايش هو اللي تحتاج؟ وكل شيء من الاشياء اللي بنذكرها انك تحتاجها ان شاء الله في الاسابيع القادمه عن كل موضوع من هذه المواضيع ممكن نعمل محاضره او اكثر من محاضره، لانه كل واحد منهم زي ما راح تشوف الان تخصص. نبدا نشوف. رقم واحد، تحتاج بعض الكالكوليشن سكيلز. مقصود الكالكوليشن سكيلز شيء ما له علاقه بالكمبيوتر، شيء حسابي، يعني بعض مواضيع في الاحصاء، مواضيع معينه، بعض مواضيع في الاحتمالات، مواضيع بسيطه في الماث، في الرياضيات. يعني مش محتاج زي ما يصوروا لك دائما انه تكون ادفانس في الماث ولا لا لا لا، هذا ادفانس في الماث لو انت حابب تروح في المجال البحثي، تدرس دكتوراه ماجستير، يعني حابب تدخل في المجال البحثي للذكاء الصناعي، هذا موضوع ثاني. لكن انا اتكلم حابين ناخذ شخص ونوظفه في سوق العمل، محتاج اساسيات معينه. وطبعا انا طبعا بدلكم في نهايه المحاضره على المراجع اللي ممكن تدخلوا عليه وتتعلموا الاساسيات. فانت محتاج بعض الاحصاء، بعض مواضيع الاحتمالات، شويه في الاساسيات معينه في الرياضيات، طرق البحث العلمي، وشيء يسمى الستوري تيلينج. شيء يسمى الستوري تيلينج. المقصود طبعا اوكي بال ستوري تيلينج هي القدرة على انك تقدر تتكلم بالشيء اللي وصلت له بالنتيجة. يعني تخيل شباب مثلا، عشان اقربها انه الستوري تيلينج شوي كونفيوز، تخيلوا شباب ببساطة، واحد من الشباب مثلا اللي موجودين معنا بيشتغل بشركة، درس البيانات وطلع بنتيجة معينة. السؤال الآن، هل يقدر الآن يشرح النتيجة اللي وصل لها للشركة؟ يعني لو راح اجتمع مع أعضاء مجلس الإدارة، يقدر يجلس مع أعضاء مجلس الإدارة ويبدأ يشرح لهم ستيب باي ستيب
انا وصلت للنتيجه التاليه، هذه النتيجه بتفيدكم فيها. هل عنده هذه القدره من السكيلز؟ هذا يسمى ستوري تيلينج. هذه مهارات ما لها علاقه طبعا بالكمبيوتر، ما لها علاقه بشكل مباشر بالكمبيوتر، لان هذه مجال رياضيات، احصاء، طرق بحث علمي، كيف يعمل عمليه البحث العلمي، كيف يتكلم عن النتائج اللي وصل لها بشكل عام، ممكن تكنيكال رايتنج، هذه مهارات عامه، مهارات عامه ببساطه ممكن باذن الله تتدرب. رقم 2 داتا سكيلز، البيانات، عندك قدره للتعامل مع البيانات زي ما وعدتكم، باستثناء النقطه رقم 1 اللي هذه يمكن برا تخصص الاي تي، كل واحده من المواضيع ان شاء الله بنفرد لها محاضره تخصص فيها باذن الله. مثل رقم 2 داتا سكيلز، انت بتتعامل مع بيانات. طيب معقول بتتعامل مع بيانات وانت مش فاهم ما المقصود بداتا بيس؟ مش منطقي. انت بتتعامل مع بيانات، فالحد الادنى انك تعرف ما المقصود بقاعده بيانات. الحد الادنى انك تعرف اساسيات لغه تسمى SQL او خلينا نقول SQL. هذه عباره عن لغه بسيطه تستخدم لاسترجاع البيانات من قاعده البيانات. يعني انا عندي مثلا بيانات لخمس سنوات في سوبر ماركت، حابب اطلع نتيجه معينه من هذه البيانات. من هي المنتجات اللي سعرها اكثر من 20 دولار؟ هل اقدر اطلع هذه النتيجه؟ نعم، في لغه خاصه، هذه اللغه تسمى SQL. هذه اللغه طبعا اوكي اسمها طبعا SQL. رقم 3، طيب لما تصير عندك بيانات ضخمه الان ما ينفع انك تتعامل بالطرق التقليديه، الداتابيس العاديه تصير مش مناسبه، تحتاج لحاويات اكبر، موقع زي فيسبوك، بنك، شركة عندها بيانات ضخمة، شركة نفطية زي أرامكو مثلا في السعودية، شركات اتصالات عندهم بيانات ضخمة، فيحتاجوا لكونتينرات ضخمة لإدارة هذه البيانات. هذه الكونتينر ممكن تكون إما هدوب، شيء اسمه هدوب، أو سبارك، هذا خاص بالبيج ديتا، بالتعامل مع بيانات ضخمة. طبعا وأنت ما تتعلم اثنين، في الغالب أنت بتختار واحد منهم، هدوب أو سبارك، يعني هم بيتنافسوا بشكل شديد. عشان كذا انا ما بنصح اي واحد انه هل هدوب افضل ولا سبارك، لانه المساله بتصير ترويج تجاري لو نصحت في اي واحد. لكن شو الشيء اللي انا اشتغل عليه؟ انا حاليا بشتغل على الهدوب صراحه، ما بشتغل على سبارك. هل لان الهدوب افضل؟ لا صراحه، لانه تعلمت الهدوب قبل السبارك، مش عارف، يمكن لو كنت تعلمت سبارك قبل يمكن كنت اشتغلت على سبارك. عشان كذا ممكن تبحثوا في النت عن الفروقات وتختاروا اللي تشوفوه مناسب، لكن في النهايه اخترت هدوب او سبارك، اثنين بيأدوا الغرض الاساسي بغض النظر عن الفروقات. المرسيدس توصل والبي ام دبليو توصل، وبعدين انت حر تختار منه. هذا الداتا سكيلز. طيب شخص عنده داتا سكيلز وحابب الان ننتقل لرقم 3 اللي هي البروجرامينج سكيلز. طيب اوكي، نحن قلنا رقم 1 انه يكون عندك بيسكس، اوكي بيسكس. طبعا في طبعا شباب، في حاله انه فصلت المحاضره بعد 10 دقائق، في حاله انه فصلت المحاضره بعد 10 دقائق لاي سبب من الاسباب، ممكن تدخلوا مره ثانيه على نفس الرابط، تضغطوا عليه وترجعوا تدخلوا مره ثانيه، ما في مشكله. طيب رقم 3 البروجرامينج سكيلز. بروجرامينج سكيلز في هذا المجال اشهر لغتين، طبعا انت ممكن تستخدم لغة زي جافا، زي سي بلاس بلاس، لكن بصراحة من باب الأمانة العلمية هذه اللغات غير متخصصة في هذا الفيلم. ممكن استخدم جافا لعلم البيانات، ما حدا يقدر ينكر، يعني سي شارب، سي بلاس بلاس، لكن مش لغات فعالة، مش متخصصة لهذا الفيلم. أشهر لغتين متخصصة لهذا المجال هما بايثون حاليا وآر وبعض التفرعات الخاصة فيه. هل أنصحك تتعلم اثنين؟ بصراحة لا، يكفي لو تعلمت واحدة منهم. أنا حاليا مثلا بشتغل مثلا يعني كجزء من طبيعة عملي، فبشتغل على البايثون، ما بشتغل على البايثون. اوكي، يعني البايثون بيأدي الغرض بزيادة. فتحتاج تتعلم أساسيات في البرمجة، تفهم مثلا الـ variables، الأريز، الكونديشنز، الفانكشنز. طيب لغرض علم البيانات تحتاج OOP، Object Oriented Programming، صراحة يكفي أساسيات. يعني عكس اللي
حابين يتعلموا مثلا ويب بروجرامينج او موبايل ابلكيشن يحتاج انهم يكونوا شوي ادفانس في مجال او او بي اوبجكت اورينتد بروجرامينج لمستوى متقدم شوي. لكن لمجال علم البيانات لو عندك الاساسيات البسيطه ممكن تمشي لانهم معظمها عباره عن لايبرري ما تحتاج تعرف كلاس اوبجكت الا في حالات معينه. طيب رقم ثلاثة دم ان يكون عندك المهاره البرمجيه. رقم أربعة تعلم مبادئ الداتا بري بروسيسنج. الداتا بري بروسيسنج ببساطه تخيلوا شباب لو انا الان جبت ملفات كبيره جدا ملفات من الارشيف واعطيتكم هذه الملفات المبعثره وطلبت منكم يلا معاكم اسبوعين لو سمحتم وبعدين محتاج هذه البيانات تكون مرتبه بحيث انه احنا حابين ندرس علاقه الدرجات بالحضور والغياب. هذه الملفات مثلا للطلبه ملفات مبعثره. هل تعرف تهيئ البيانات؟ هل عندك القدره على تهيئه البيانات ان البيانات تكون جاهزه مثلا للعمل؟ هذه البيانات تكون متوافقه مع النموذج اللي انت محتاجه؟ هذه البيانات لو فيها نقص كيف بتتعامل مع النقص؟ لو في بيانات فارغه في اماكن ما فيها داتا. مساله الداتا طبعا هو الجوهر اصلا في الذكاء الصناعي وفي علم البيانات هو الجوهر. اشكاليه في البيانات دائما انه انت تحتاج تدرس جزئين في البيانات اللي هما الكوانتيتي والكواليتي. الفرق بينهم ببساطه الكوانتيتي كل ما زادت يفترض للناحيه النظريه يفترض كل ما زادت كميه البيانات كل ما كان افضل. يعني لو عندك كميات بيانات اكثر كل ما كان هذا الشيء افضل لك. يعني لو عندك بيانات لمده 4 سنوات 5 سنوات او نقول مثلا مليون ريكورد 10 مليون ريكورد كل ما كان افضل نظريا. بس هذا العنصر لحاله مش كافي. الكم جوده البيانات الكواليتي كوانتيتي لحاله مش كافيه. عشان كذا مثلا من اكثر الجهات اشتغلنا معهم بعض المشاريع ولاحظنا هذه النقطه بالذات عندهم هم اللي بيشتغلوا في مجال العمل الانساني المنظمات. المنظمات عندهم جانب الكوانتيتي كميه ضخمه بيتعاملوا مثلا مع اشخاص مع كوارث مع حروب مع لاجئين مع ناس محتاجين مع في كميه بيانات ضخمه. لكن ما تضمن الكواليتي لانه في العمل الانساني احيانا يحصل يعني إدخال بيانات غير صحيحة بطريقة متعمدة حتى. يعني المقصود متعمدة يعني شخص معين محتاج معونة ممكن يزور إنه يا والله أنا خالتي توفت وعمي توفى وهو الكلام هذا غير صحيح بس عشان يحصل مثلا على معونة أكبر. بالتالي من 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 بعض البروجيكتس اللي اشتغلناها في علم البيانات مع الـ NGOs أو منظمات العمل الإنساني في عندهم الكم ما عندهم مشكلة هم في الكم لكن عندهم مشكلة كبيرة بصراحة في الكواليتي. لأي حد هذه البيانات دقيقة؟ لأي حد هذه البيانات؟ فعشان كذا هذه واحدة من المشاكل اللي تواجه علم البيانات إنك تحتاج جزئين كم من البيانات بلس جودة في هذه البيانات. طيب رقم خمسة صار عندك القدرة مثلا على تهيئة البيانات فتروح تنتقل في رقم خمسة هل عندك القدرة على الفيجواليزيشن؟ الفيجواليزيشن ببساطة إنك تحول هذه البيانات إلى رسومات البيانية مخططات. أحيانا بعض الأشخاص صعب جدا يقرأ تقرير طويل مثلا لكن ممكن توضح عن طريق الرسم. ترسم شارت معين يوضح مثلا حركة الأسهم في سوق معينة. الرسمة هذه ممكن توضح مثلا الكثافة السكانية في مناطق معينة وغيرها. فبالتالي ممكن استخدم هذا الرسم لهذه الأغراض. ف واحدة من التكنيكس المشهورة جدا مثلا في لغات البايثون لغرض الرسم البياني هي الماتبلوتليب. الماتبلوتليب تقنية أنا أستخدمها للرسم. لاحظوا أنا كل هذا بس أتكلم معكم عن ما هي المهارات اللي تحتاجها. فلخص بشكل سريع قلنا إلى الآن تحتاج كمبيوتيشن كالكوليشن سكيلز رياضيات إحصاء تالي بحث علمي. تحتاج مهارات لها علاقة بالبيانات قواعد بيانات جمل سيكوال التعامل مع البيج داتا عن طريق الكونتينرز مثل هدوب سبارك. تحتاج اساسيات في لغه برمجيه معينه اكيد بنصحنا بايثون لكن مش مشكله لو استخدمت اي لغه ثانيه. رقم أربعة عندك القدره على تهيئه البيانات لو كانت هذه البيانات بطريقه غير مهيئه. رقم خمسة القدره على رسم هذه البيانات واحده من اللايبرز الشهيره جدا في البايثون اسمها ماتبلوتليب.
رقم 6، إذا صار عندك الخمسة الأجزاء الأولى أنت الآن مهيأ تبدأ في النقطة الحاسمة ما بين جماعة علم البيانات وجماعة الذكاء الصناعي، واللي يسمى الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة. ببساطة يا شباب، ببساطة المقصود بتعلم الآلة هو قدرة الكمبيوتر إنه يتعلم من البيانات ويعطي نتائج. أنا أوضح لكم هذه النقطة عن طريق التفريق ما بين البرمجة التقليدية وما بين الماشين ليرنينج. لنفترض شباب في البرمجة التقليدية، نفترض إنه عندك قاعدة بيانات، هذه القاعدة في البيانات فيها 100,000 سيارة، معلومات السيارات وأسعار السيارات. فروحنا إحنا اللي عملناه كالتالي بالبرمجة التقليدية، رحنا طلبنا كم سعر السيارة اللي لونها أحمر ونوعها كامري. اللي بيحصل في البرمجة التقليدية كالتالي، البرنامج يروح يدور جوا الداتابيس، فإذا لقى النتيجة اللي طلبتها، إذا في كان سيارة حمراء نوعها كامري بيعطيك السعر، طب إذا مش موجود بيعطيك نوت فارم وانتهى الموضوع. في الماشين ليرنينج الموضوع مختلف. الماشين ليرنينج يروح يبحث، يحاول هو يقدر السعر، لأنه هو صار عنده خبرة، تعلم كيف يتعلم. شباب ببساطة، جبنا شاب خلص مرحلة التوجيه، خلص الثانوية العامة، شاب ما عنده لسه خبرة خلص الثانوية العامة، أخذناه على معرض بيع سيارات لمدة سنتين. الآن اللي بيحصل إنه هذا الشاب ما عنده كان خبرة في السيارات، في السنتين دي تعلم كيف يقدر سعر السيارة ويبيع السيارة. سؤال، هل هذا الشخص الآن هو تعلم على سيارات معينة؟ في الغالب قد يكون تعلم بشكل عام عن السيارات، وبالتالي لما في المستقبل أنا أجيب للشاب هذا أي سيارة بخبرته خلال السنتين يقدر يقول لي والله هذه السيارة تقريبا سعرها كذا. من وين قدر يقدر؟ ما هو سنتين كان بيتدرب، سنتين كان بيطبق، فتكونت عنده خبرة معينة تساعده على تقدير كم ممكن يكون سعر السيارة. هذا اللي يحصل بالضبط في المشين ليرنينج. في المشين ليرنينج الكمبيوتر يحاول يكسب خبرة، وعشان يكسب الخبرة دي يحتاج يتعلم على بيانات. كل ما كانت البيانات أكثر وأدق كل ما كانت طريقة تعلمه أفضل. كل طالب الرياضيات كل ما تدرب على أمثلة أكثر كل ما تعلم بشكل كويس، كل ما كان تعلمه يا شباب بشكل كويس. شباب بس أذكركم في حالة فصل الزوم أنا أفصل الرابط، بس ترجعوا مرة ثانية وتضغطوا على الرابط عشان نرجع نكمل. فهذا بالنسبة للماشين ليرنينج. إذا الماشين ليرنينج الكمبيوتر، وعندنا طبعا تفصيل كامل عليه، الكمبيوتر عنده القدرة إنه يتعلم، وهذا اللي مش موجود في البرمجة التقليدية. في البرمجة التقليدية أنت بتأمر الكمبيوتر، أنت تقول الكمبيوتر يا كمبيوتر اجمع عددين، كمبيوتر نفذ هذه العملية، كمبيوتر اعمل كذا. في الماشين ليرنينج أنت ما تأمر، أنت بس تعطيه شغلتين، بيانات وطريقة يتعلم عليها، وهو بعدين يقدر يقدر